تاني في نفس الوقت. أو أوعدك أوعدك إن أنت هتشوفي في الرواية حاجات غير اللي في الفيلم. طب أسمع الفيلم الأول ولا أقرأ الأول؟ ما بحبش أختار لحد يعمل إيه، بس عايز أقول لك على حاجة. إيه شوف أنت عن بتجارب الشخصية، يا ترى أنا دخلت السينما الأول الأحسن إن أنا يعني أنا بقول لنفسي كده يعقوبية مثلا، وانا هروح اخش الفيلم الاول ولا اقرا الروايه الاول؟ فانا عملت لا، انا قريت الروايه الاول عشان اخش الفيلم فاكون ايه قاري، فعجبني الروايه اكتر. يعني انا بكلمك الاوديو فيلم، الاوديو فيلم هو نفس السيناريو لكن مش نفس التفاصيل، يعني في مشاهد كتير قوي زياده، في تفاصيل كتير قوي زياده، اداني وقت واداني كخالد في الكتابه مساحه اكبر في المشاهد عشان اقدر اوصف اللي انا عايز اقوله او المعنى اللي انا عايز اعمله. هي حاجات حلوه قوي. بص انا اللي عايز اقوله لك هو في يعني اكتر اكيد بشكل شخصي ما بحبش ازعل حد، يعني انت فاهم يعني بكلمك بامانه، يعني ما بحبش اقول هي الحته دي اكتر حاجه، يعني هو اخر ايام الارض كلها ودايما انا بشكل شخصي بتعاني منها خصوصا في الايام دي. في ايام دي عايزه تطمن على ده. بصي ما عشان كده كنت بقول من عايز اقول لك على حاجه كنت بقول من شويه، هو ربنا دايما بيديك احسن حاجه يعني بيختار لك احسن حاجه بشكل شخصي. وكتير بقى بص اشعارات الجسد كتير قوي كانوا سمعوا اخر ايام الارض وقابلت ناس يقولوا لي احنا سمعناه 30 مره، انا سمعته 35 مره، فكنت بكون مبسوط. فنفس الناس مثلا يجوا لك بعد فتره يقول لك انا المره اللي سمعته غير اي مره. ده احنا بنسمعه الايام دي ما سمعناه تاني. واحد صاحبي بينصحني بيقول لي خالد لو سمحت اسمع اخر ايام الارض من دول. بشكل شخصي انا اتعلمت مش علشان خاطر اتعلمت. بص يا جدعان انا هقول لكم على حاجه، طول عمرنا انا بشكل شخصي كنت اسمع المسيخ الدجال، لكن واسمع الشجر اللي هيستخبى وراها يا مؤمن، كنت بسمع كده تفاصيل عارفين زي البازل زي مشاهد بس انا مش عارف راسي من رجلي. انا بشكل شخصي لما اشتغلت في اخر ايام الارض وماشي على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدايه وسط نهايه بحط سنان، فهمت راسي من رجلي رايح فين وفهمت المعنى الحقيقي. مش فارس بطل الروايه طالع منين؟ من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كان ذكر فيه هو خير شهيد، اللي هيقف قدام المسيح الدجال وهيبين زيفه وخداعه هو خير شهيد. فطلعت لي شخصية فارس بالتفاصيل بتاعته اللي سمع الاوديو او قرا الرواية. وانا ماشي في الرواية فارس اللي عايز يثبت نفسه، وده اللي بقوله لنفسي دلوقتي بقوله لأي حد متعلم الكلام. فارس كان عايز يثبت لنفسه هو انا جوايا قلب حقيقي قريب من ربنا ولا لا؟ جوايا قلب فارس ولا لا؟ الراجل اللي خاض المغامرة طول الرحلة طول الرواية في الآخر لقى نفسه واقف قدام المسيح الدجال. عادة في الأفلام أو في الروايات أو في المشهد يقول لك المشهد المستر سيد. هو عليك خيال بس يلا بس. اللي هو بيتقابل الخير مع الشر ويجي بقى البطل هوبا يطلع سيفه ويقتله رشاش ويموته ولا يعمل يعني المهم بيحصل خناقة جامدة جدا وصراع رهيب جدا. بص بقى التفصيلة اللي ادهوني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إن فارس من غير سلاح. وهقول لكم على سر بس بعد ما اخلص. فارس وقف قدامه بقلبه وقال له انت المسيح هو اللي الرسول وفضحه قدام الناس كلها. مشهد يعني يقول لك في السيناريو او يقول لك في السينما وري اكتر ما تقول. في الاذاعه ارغي كتير بس احنا الحمد لله عملنا كده ولا عملنا كده. اللي عايز اقوله الحوار البسيط اللي طلع من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مشهد رهيب ما بين الزيف كله وما بين قلب مؤمن كان بيدور على الحياه بتاعته. الشاهد للناس اللي حواليا وكان في حوار قبل ما اجي هنا، هذه فتره احتقاد الشخص والله، هذه فتره كيفيه ان ربنا ان الله ينظر الى، هذه فترة مهمة جدا في وسط الضيق والشتات والتخبط وحاجات كتيرة قوي بتحصل قوي علينا، فترة هو أنا إزاي يكون قلبي لما ربنا يشوفه يشوف بس فيه بس حاجة أنا عايز الحق. ثقة في الله عز وجل هتوصل، يعني مهما كان بقى الخط اللي بيحصل حواليك وده اتقفل وده اتعمل واللي بنشوفه كل يوم واللي مبهدلنا، بس نطمن في الفترة اللي يا رب يا رب كلنا وضع عظيم كل المصريين وكل البلاد نطمن بربنا. فكرة فارس جت منين؟ خروج فكرة ايه؟
شخصية فارس. شخصية فارس ما يبقى انت سمعتنيش. ما انا سمعت. هو ده كان السؤال اللي انا كنت هسأله. ده كان السؤال اللي كنت عايزه. هو هي بص شخصية فارس هو شاب عادي جدا. هو واحد اول مشهد انت لو تفتكره رايح للامام انا عايز احارب معاك يا معلم داخلين حرب بقى داخل معاك يا عم انت طب ايه اللي قاله بس عشان عايز اعرف اذا كنت هقدر اقف ولا مش هقدر. هوبا الحرب خلصت هوبا كمان ظهر المسيخ الدجال. طب ارجع بقى لايه؟ لاولادك. فخط مرحله بقى التي ما بين ابنه اللي مش لاقيه وما بين مراته الاسيره للمسيخ الدجال لحد ما بيلاقاهم وبيرجع المدينه بيوقف يلاقي نفسه خلاص بقى احنا لقيناكوا انتوا في المدينه اقعد انت وابني وانا طالع بقى للمسيخ الدجال. فكان الفكره طالعه من مين اكتر شخصيه تعبتك في الروايه؟ هو بص انا لما وانا بكتب في الروايه هو ده سؤال غريب هو بيتقال دايما اكتر شخصيه حبيتها في الروايه ممكن اكتر انا مختلف او ممكن اكتر شخصيه تعبتك في دار النشر اكيد انا عايز انا يا جماعه انا هو ده ممكن ده سؤال ده هيكون سؤال لطيف بس عايز اقول لك على حاجه شخصيات روايه اخر ايام الارض هي مشكله او بلاش كلمه مشكله صعوبه كتابه النوعيه دي هي هو انت محطوط في احاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم فانت بتخاف يعني تخش في منطقه يسرح بك الخيال في منطقه تخاف ان انت تقع فيها بقدر الامكان يعني فارس اللي طالع من الحديث اللي زوجته ده مش موجود حقيقه لكن بيخدم على الفكره فيلا تمام بيخدم الامام عليه خلاف الامام هو مين؟ المهدي انت بتقول المهدي حد شايف الامام المهدي تاني؟ حد شاف الروايه او اللي سمعه ان هو المهدي المنتظر؟ هو المهدي المنتظر. عايز اقول لكم على حاجه، المهدي المنتظر هي فكره عليها خلاف تمام؟ ايا كان موجوده او مش موجوده، بس المشكله في الفكره دي فكره الانتظار، بمعنى ايه؟ ده كلنا واعيين في المشكله دي، فكره انتظار البطل اللي هيجي، فكره الانتظار اللي بتخلي كل واحد واقف مكانه. الامام قال لفظ وده كان مفروض على سنة قال له انا مش هستنى المعجزه قال له يا امام احنا عارفين المعجزه تحصل على مين فقال له الامام ايه مش هنستنى المعجزه تحصل ولا هستخبى برغم ان هو ليه الحق ان هو يروح لا انا بقى مش هستخبى وكان ده المعنى شخصيه الامام عدم وده ممكن انت تكون البطل انا اقعد على بقى استنى البطل ما انا ممكن انا اكون انا البطل اللي جاي فده كان المعنى الرئيسي في شخصيه الامام خد بالكوا اذا كانت التيمه او المغزى فكره القلب خد بالك من مرحله فارس لوصول قدام المسيخ الدجال للقلب وخد بالك من مرحله اساسا الامام اللي هو بالقلب ده الثقه خالد صالح من الاسرار خالد صالح جه بيسجل مش عارف احكي قبلها بعد كده كمان خالد صالح فضل 6 شهور عايز يسجل ماشي 6 شهور وكان هو منزل فيلم بتاع اللي عامل فيه الرئيس عمر حرب فالرئيس عمر حرب كان داخل مهرجانات فعمال يسافر كتير فحس ان انا قلق فاتصل من دبي قال لي خالد بص والله ما تقلق معاك ومش عارف ايه والكلام ده كله على فكره خالد صالح كان هيعمل مسيخ الدجال يعني هو كان هيعمل دور مسيخ الدجال بس بعد ما قرا الاسكريبت عمرو القاضي اللي عمل مسيخ عمرو القاضي اللي عمل مسيخ الدجال وعمل بشكل رهيب انا اساسا رايح بالسكريبت خالد صالح اعمل المسيخ الدجال خالد صالح اتصل بيا الفجر قال لي بص يا خالد انا مش هقدر اقول الكلام اللي بيقول مسيخ الدجال ده وانا عايز ولادي لما تسمع العمل ده يعني ما بلاش مش عارف قلت له بص انا كمخرج مش مهم يعني بدنا نلعب مع بعض شويه لحد ما ايه تمام يلا بينا سجل الهوبا المهم فضلنا 6 شهور بصوا بقى اللي فيه رهيب خالد صالح جه والاستوديو ما اتفتحش خالد صالح قاعد مستني على القهوه ماشي طلبش قال لي بص انا استنى الاول الاستوديو مش فاتح جاي لك ما تتحركش فروحت له الراجل بتاع الاستوديو بكلمه مهندس صوت انا في الطريق والدنيا زحمه والعربيه هتنفجر وحاجات كده مش عارف قلت له طب خلص بعدين خالد صالح بيقول لي خالد انا عندي مشوار 6 شهور انا وراه خد بالك خالد انا عندي مشوار وهرجع قلت له لا فالراجل اتلخص وقال لي طب هروح وهرجع قلت له طب انا جاي معاك ماشي فركبنا مع الثواب بتاعه فركبنا العربيه ورحنا لقيت نفسي رايح في حته عجيبه قوي وارض زراعيه من صفا حاجه كده وبحر مش عارف المهم رحنا منطقه كده ناحيه المعادي غريبه لاخوه اخو خالد صالح هو من كبار تبليغ الدعوه اللي ما يعرفش يعني المهم كانوا عازمينه في اليوم ده فغدا لحمه رز هوبا واكل بقى ابن لذيذ وانا مثبت الاستوديو الو احنا جايين يا خالد انت فين ده ما تقفلش الاستوديو ما تعملش حجزات احنا جايين مش عارف واحنا راجعين خالد صالح كان بينام ماشي فنام فقلت له قلت له بص اصل هنسجل سابق النهارده
اللي عايز اقوله بقى، خالد صالح في الاستوديو كان واخد من اهم الشخصيات اللي خدت دور الامام، لان سمع اخلاق الله، اللي خد الشخصيه في منطقه اللهم لك الحمد والشكر. عشان كده في بدايه كلامي قلت ان فتح ربنا، يعني انا كنت في دماغي وخيالي هو المسيح الدجال وهيعمل الدور وهيعمل، لكن خد الامام في منطقه بشكل رهيب كده. اللهم لك الحمد والشكر.